قدمت لائحة النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وهذه اللائحة طبعا رفعت للاتحاد الدولي لإجراء بعض التعديلات، ومن ثم طبعا إذا في تعديلات يعدلوها إلى أن تصدر اللائحة في شكلها النهائي. طبعا لو تجي أنت للائحة حتجد أنه ممكن من أبرز مضامينها أو بنودها فصل الرابطة نهائيا، وبالتالي منحها الكثير من الاستقلالية. ترى الرابطة هذه ما تمثل اتحاد كرة القدم السعودي زي ما يفهم الكثيرين أو كما يمارس الآن، هذا خطأ كبير زي ما تفضلوا الأخوان الأستاذ القاسم والأستاذ مريح. الرابطة يجب أن تكون مع الأندية، وهي بالفعل يا أخي لا يجب أن تتخذ أي قرار بمعزل عن الأندية. وهذه الأندية يا أخي بعدين إحنا بنتحدث مع الأسف عن 15 مليون. تصور النصر العام بطل الدوري وبطل مسابقتين وأخذ 15 مليون من الرعاية العامة، هذا أنا أسميها الرعاية العامة اللي هي تعتمد على رعاية دوري عبد اللطيف جميل وعلى النقل التلفزيوني وعلى مكافآت الفوز. 15 مليون، والأخير أخذ 7 مليون اللي هو كان فريق النهضة 7 مليون، يعني الاتحاد كان أخذ 10 مليون. هذه مبالغ ضئيلة مقارنة بمبالغ الرعاية الخاصة اللي تدخل خزينة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. ولذلك إحنا يجب أن نتعاطف بالفعل مع هذه الأندية المتوسطة زي الفيصلي وزي الرائد وزي التعاون. يا أخي حرام، أنت إن أردت إنجاح هذه البطولة يا أخي ليش تظلمهم؟ على الأقل هم بيطالبوا الآن ما يتعلق بأموال أو 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 أو, أو استثمارات الرعاية العامة. خلينا نساعدهم من أجل إنجاح هذه البطولة. أنا معاهم بالطول والعرض وأقول هذول الضعوف يجب أن نقف معاهم، لكن لننتظر نظام اللائحة الأساسية. أنا متأكد تماما ستعطي الأندية، يصير بعد كده ما في تكتل. صدقني الآن إحنا نتكلم أو نتحدث عن التكتلات، التكتلات هذه ستغيب عندما تصدر اللائحة، لائحة النظام الأساسي للاتحاد السعودي. ممتاز، استقبل هاتفيا أيضا في نفس الموضوع رئيس مجلس إدارة نادي الخليج الأستاذ فوزي الباشا. أستاذ فوزي مساء الخير. مساء الخير أخ بدر، ومسي على السادة الضيوف الكرام، وبارك للهلال التأهل وهارد لك بالنسبة للاتحاديين. أستاذ فوزي، راح تتوقع أن اتحاد الكرة أو حتى الرابطة ستستجيب لمطالب الأندية المحتجة؟ اولا انا رايي يمكن يختلف نوعا ما مع مطرح الاخوان، وان كنت اتفق بالمجمل بانه الرابطه لم تراعي او لم تستشر الانديه فيما يخص توزيع الحقوق، ولكن بما ان الخليج فريق صاعد للتو لدوري جميل وما كنا طرف في التوزيع او ما تم في امر التوزيع بدايه، انا اقول انه يعني انه التوزيع حسب ما عرف اللي صدر عام 2008 واقر أو تم تأكيده عام 32 برئاسة سمو الأمير نواف بن فيصل ومن خلال لجنة مختصة رأسها سمو الأمير عبد الله بن مساعد، جاء بناء على توصية من شركة عالمية هي ديلوت إذا ما كنت مخطئ أنا، وراعت من خلالها معطيات كثيرة جدا. أنا اليوم مع التوزيع بشكل عام لأنه أجد بأنه يراعي معطيات وخصوصيات معينة يجب أن نقر أو نعترف فيها نحن اليوم. لا يمكن أن نقارن فريق بطل كالهلال والنصر والاتحاد والشباب ولها مصروفات ولها براند نيم خاص بنادي زي إكس، رغم أني أنا من الأندية الكادحة، ولكن هناك حقيقة يجب أن ننطلق منها. أمر آخر يخص ويجب أن نذكره وحتى لا نغيب الحقيقة، أنه 75% اليوم الأندية تنازلت عن 25% من حصتها، هناك 75% متروكة الأندية لاستثمارها بالطريقة التي تشوفها صحيحة، بمعنى آخر أن هناك مجال لأن الأندية تسوق لأنفسها. التوزيع هذا وحسب المراكز يبكي من خلال المنافسة. ليه ما يكون عندي طموح أنا كنادي أني أطمح أني أصل إلى مركز الأول والثاني والثالث وهكذا. إذا كان هناك أي إشكالية أو تساؤل أنا أشوف أنه يخص نسبة التوزيع الرابطة، بدل ما تكون 60-40 ممكن تكون 50-40-10 مع وضع معايير معينة، وهذا هو رأي نادي الخليج. أنا أقول أنه التوزيع بشكل عام أنا أجد أنه منطقي منصف لكل الأندية. ممتاز، الأستاذ فوزي الباشا رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، شكرا جزيلا للتوضيح. أذهب إلى فاصل وأعود بعده للملعب.
يوسف عبد الله المسعري، عمري 15 سنة، ألعب في أكاديمية الموهوبين، ألعب صانع لعب، أتمنى أصير مثل محمد شلوب، إن شاء الله ألعب في أحد الأندية، وأبوي إن شاء الله يشجعني الحين، وإن شاء الله أصير لاعب ألعب في نادي الهلال ولا نادي الشباب، إن شاء الله في كأس العالم أتمنى يأخذ الفريق اللي فريق إن شاء الله أسبانيا ولا البرازيل إن شاء الله، إن شاء الله تخسر يتوفق في آسيا إن شاء الله. أهلا بكم في الجزء الأخير من الملعب. بالمناسبة لمن سأل أمس أو اليوم حتى عن إعطاء حق الرد لمسؤولين الرابطة في موضوع الاحتجاجات الأندية أو الصوت الآخر من الموضوع، الزملاء بالأمس تواصلوا مع الأستاذ محمد النويسر اللي هو رئيس رابطة دوري المحترفين، رفض أن يتداخل في الموضوع لموقف استغربنا منه كلنا. يعني المدير التنفيذي ياسر المسحل ما رد علينا، فبالتالي سوينا اللي علينا احنا. في موضوع دوري عبد اللطيف جميل، زميلنا محمد الخثعمي اليوم تواجد في تدريبات فريق النصر واجرى هذه اللقاءات. زي ما انت شايف يعني انت شايف مستوى الفريق يعني في التطور، يعني مدرب جديد، خطه جديده، لاعبين دخلوا على الفريق جدد، يعني زي ما الجميع شايف الفريق في تطور من مباراه لمباراه، وخطه اللعب يعني جديده على الفريق ولكن ناجح مع الفريق الحمد لله. شكرت عبد الرحيم فاضي ما عنده شيء، اللي بيثبت نفسه بيثبت نفسه من خلال التمارين، من خلال جديه في التمارين، مثابره اكثر يعني تعطي في التمارين، زي ما انت شايف اليوم الفريق كله جالس يعني يقدم افضل مستوياته حتى في التمرين، اساس الواحد لما يعني يكون تجيه الفرصه يكون جاهز 100%، وان شاء الله باقي عليه شهرين، يعني انا احاول اجهز نفسي من خلال التمارين، والحين تالي ايقاف ان شاء الله تكون الامور ان شاء الله بخير. اتكلم عن الايقاف السنتين الماضيه، اثرت عليك كابتن احمد؟ شوف طبيعي يعني اي واحد انقطع يعني مو سنتين، انقطع يومين يعني بيتاثر لما يرجع التمارين، ما بالك الواحد موقف سنتين يعني، لكن الحمد لله ما كنت واقف عن التمارين، كنت يعني شغال على نفسي اني طامح واني ارجع ان شاء الله وارجع افضل من اول. من ساعد الكابتن احمد عباس اللي يتعدى هذه المرحله الصعبه في السنتين الماضيه يتجاوزها؟ والله كثيرين يعني ما اقدر اعد لك يعني شخص وانسى شخص، لكن في ناس يعني وقفوا مع احمد وقفه منهم شايع شراحيلي طبعا، وقف مع احمد كثير يعني منهم الامير فيصل يعني واللي له يد الطول الصراحه فعوده احمد، وكثر زملاء اللاعبين يعني ما انساهم يعني وقفوا معي وقفه، ومحبين لاحمد يعني مو وقت المجال اني اذكر اساميهم، زي ما الجميع سامع وعارف يعني الامير فيصل يعني ما قصر يعني وما وقف الرواتب، كانت الرواتب ماشيه يعني والحمد لله يعني الامور كانت طيبه، يعني ما كان يهم الرواتب كثر ما كان الواحد يفكر انه ينتهي الايقاف ويرجع يعني اللي يلعب الكوره يعني ويرجع يلعب الشيء اللي هو يحبه يعني. النصر يستعد لمباراته امام الخليج. عبد الرحمن، كيف شفت وضع البطل في البدايه، بدايه الدوري؟ اعتقد وضع جيد يعني، بالعكس وجدت ان الاجانب افضل، سيكونون عامل مؤثر هذا الموسم، خاصة من البداية الجيدة للاعبين الأجانب في بداية الموسم. الموسم الماضي لاحظنا غياب كبير للاعبين الأجانب، السنة هذه واضح أن النصر حيكون أجانب علامة فارقة في الدوري. أحمد عباس سيضيف
انعاد ولا يستطيع العودة في لا تصادف فترة التسجيل. بالطبع لكن أحمد عباس واضح من أول ما تم إيقافه بالمنشطات وهو واضح أنه عازم عاقد العزم على أنه يستفيد مما حدث يعني، وأتمنى عودته بصراحة، وأتمنى أيضا عودة خالد شرحيلي حارس الهلال، وأشكر لإدارة الناديين أيضا موقفهم مع هذين اللاعبين، ساعدوهم في تجاوز الأزمة، في استمرارهم أيضا في الملاعب، في تأهيلهم. باقي نقطة واحدة بس أحب أن أشير لها، اللي هو الدور لعبد الرحيم جزاوي في نادي النصر. يعني يعني التقرير اللي عرضته هو نقطة في بحر عبد الرحيم جزاوي، في حتى في وسائل التواصل، في الانستغرام، في على مشاهد الكوميديا. أعتقد أن عبد الرحيم جزاوي يعني يضيف للنصر أجواء ثانية. أجواء ثانية أكثر من، أو أنه يفيدهم في الجانب أكثر ما هو على أرض الملعب بصراحة. يعني كاميرا الملعب أيضا تواجدت في مقر نادي الشباب استعدادا لمباراة أمام هجر. شكر هذا يعني ما جاء من فراغ، جاء بتكاتف زملاء اللاعبين والجهاز الفني والإداري، يعني عملنا على أنفسنا أو بالأصح اشتغلنا على أنفسنا مع المدرب القدير، وعرفنا يعني مكمن الخلل اللي في الفريق. يعني زي ما قلت إذا عرفت كيف تدافع صدقني بتفوز، وزي ما حصل لنا يعني في لا في كاس سوبر ولا في الدوري. الحمد لله وشكر لله بادين صح، وإن شاء الله نكمل على هالموال هذا، وإن شاء الله من مباراة لمباراة إن شاء الله نفكر فيها يا رب. زي ما قلت يعني بنمر بظروف يعني لا مناخية ولا يعني أجواءنا كلاعبين، لكن الحمد لله وشكر لله يعني إحنا معرضين للأمور هذه وعارفينها وش بيحصل من الموسم اللي قبله واللي قبله واللي قبله، لكن الحمد لله وشكر يعني عقدنا العزم مع زملاء اللاعبين وتحدينا بعض، إن شاء الله نرجع بثلاث نقاط. زي ما قلت لك يعني لازم كل مباراة نأخذ فيها ثلاث نقاط بغض النظر عن المستوى، إحنا نتمنى أن نظهر مستوى مأمول، لكن زي ما قلت لك الدوري نقاط، وإن شاء الله أننا ما راح نفوت ولا نقطة بإذن الله. والله مباراة الهلال يا أخي أنا تربيت فيه يعني ثمان سنوات، يعني أعتبرهم أخواني اللاعبين ولازم اني اوقف معهم يعني بالحلول المره. صحيح اني انا محترف وانتقلت من نادي كبير لنادي كبير، الشباب يعني صراحه فريق كبير ولازم اني اعطي كل قوه داخل الملعب، لكن الامور الخارجيه يعني لابد اني اوقف مع فريقي السابق. تعرف الهلال يعني كلهم زملاء واخوان لي، لازم اني اساندهم، وان شاء الله باقي لهم الايام ان شاء الله انهم يجيبونها باذن الله، هم قدها ان شاء الله. توفيق ان شاء الله. على فكره ترى الناس كلها تتكلم عن اللوك الجديد. والله زي ما قلت لك يعني احنا شباب معرضين على يعني تبديل اللوكات، لكن زي ما قلت لك يعني انا ما انظر الامور هذه، ان شاء الله اني احط حيلي في الملعب باذن الله، اني ارضي نفسي ان شاء الله وارضي جماهير نادي الشباب والكل يشوف باذن الله. شكرا لكم عزيز. الله يعطيك العافيه. شكرا. لما تتكلم عن الدفاع تتكلم انت من الفريق ككل، طبعا الدفاع يبدا من الهجوم، والحمد لله رب العالمين الفريق متكامل متجانس. اتوقع مش الدفاع اللي الفريق كله هو اللي قاعد يتحمل المسؤوليه، هذا فضل الله ثم فضل الشباب اللي بيقول والله بلغتهم، وصراحه ما كان اتوقع الجو زي كذا يعني بزياده، بس انا متعود عليه. اللي شفت ان الجو كان حلو صراحه، وكان العادي كان يجي فاصص اشد حراره ورطوبه، الحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا، قدمنا مباراة حلوة، فرحنا. الآن نفكر في المباراة القادمة اللي تكون تقريبا أصعب، كل مباراة أصعب بالثانية، وإحنا ناوي نخطيها خطوة خطوة لنحصل نفسنا إن شاء الله في المقدمة إن شاء الله. والله شوف كل مباراة لها تكتيك ولها طابع، لما تدخل كل مباراة تعتبرها بطولة شوية شوية بتحصل نفسك قدام، أما تدخل كل مباراة إنك تاخذ ثلاث نقاط وبس، لا أنا هذا مو طموح، أنا طموحنا إن شاء الله إنه نقدم من المستوى الجيد، ولما تقدم المستوى الجيد راح تجي ثلاث نقاط، والبركه بالشباب ان شاء الله. والجهاز الفني الحمد لله يعني قاعد يعطينا تعليمات وتوجيهات، والاداره الحمد لله متواجده معنا كل الفترات، وباقي الدور علينا احنا ان شاء الله.
شكرا لزميلنا راشد القعود. ابو لما الشباب بادي صح هذا الموسم، بادي صح صح يعني. صحيح، اشوف النتائج الاسبوعين الماضيين يعني توحي طبعا بان ما حيكون في تغيير كبير، نفس الاسماء نفس الابطال. طبعا الملاحظ على الشباب وايضا على النصر، ان سالتني عن التغييرات اللي حدثت او الاستقطابات الجديده، انا اعتقد يمكن النصر والشباب من اكثر الانديه اللي وفقت في اختيار اللاعبين اللي بالفعل يحتاجوهم، يعني اثنين في الهجوم وواحد في الوسط وواحد الدفاع، نفس الشيء بالنسبه للنصر، يعني اختيار الحقيقه موفق، وهذا دائما انك انت تجيب اللاعب اللي انت تحتاجه. الحقيقه الشباب ايضا سينافس. بالنسبة للنصر أنا أعتقد شوف ازداد قوة عن الموسم الماضي، لأنه أضاف لاعبين أجانب أفضل من الموسم الماضي. فريق الشباب البطولة اللي طبعا الافتتاحية في بداية الموسم هذه طبعا ستعطي دفعة، واضح جدا من كلام اللاعبين أنه طبعا في هناك ارتياح. أنا أقول ارتياح مش يا أخي، بالمناسبة يعني بوجود الأستاذ عبد الرحمن جماز، أنا الكلمة اللي طفشتني جننتني بالفعل على مستوى المحللين والمعلقين والصحفيين، كلمة أريحية. كل ما تسمع والله تصدق الآن أكثر كلمة متداولة الآن أريحية، يعني صار واحد حتى يعني أريحية أريحية ما لها في قاموس اللغة، يعني غير مناسبة. حتى يعني كبار المحللين والمعلقين أظن الأستاذ عبد الرحمن يؤكد على ذلك، يعني الآن حتى يعني كلهم اللاعب يتكلم يقول لك والله لاعبين بريحية، أنا ما نعرف إيش يعني كيف لاعب بريحية. على كل حال الشباب إن شاء الله يكون يلعب بريحية ويواصل تقديم مستوى جيد إن شاء الله تعالى. طيب أيضا كاميرا البرنامج تواجدت في تمرين نادي الفيصلي نشاهد. هذا اللي كنا، هذا هو الشيء اللي كنا نبحث عنه. الإدارة كانت يعني تبحث عن هذا الشيء، وهذا الشيء اللي كان يبحثون عنه من المواسم قبل. هذا بالطبع راح يكون أصعب المباراة الأولى. يقول لك حتى الآن بدأ الضغط على الفرق، خلاص بدل الوقت الضغط. شاهدت مباراتين للفتح وسويت لنا تحليل جيدا، يقول لك يعني مستوى، لاحظت مستوى الفتح يعني نفس مستوى نحن الفيصلي، يقول لك يعني وهذه المباراة تلعب على جزئية صغيرة، يعني يقول لك أي واحد أي جزئية راح تتغير النتيجة وتأخذ نقاط المباراة. الحمد لله رب العالمين، يعني استعداد كثير كويس، يعني لنا فترة يعني نتمرن تمارين صباحي وتمارين مسائية، والمدرب يعني بركز على الحالات الفنية والحالات التكتيكية، وإن شاء الله إنه مباراة الفتح يعني يكون في لنا نصيب فيها نحصد الثلاث نقاط اللي إحنا بنسعى لها. والله الإدارة قدمت استئناف بعد القرار ب 24 ساعة وأقل، وما أدري لحد الآن ما صدر قرار. نأمل أن نشارك المباراة الجاية والحمد لله. أنت مرافعين تظلم على القرار الحكم، كيف رأيتك يعني داخل الملعب ذاك التوقيت؟ والله أعتقد الجميع شاف اللقطة، يعني اللقطة واضحة، ممكن الحكم خان التعبير فيها، لكن ما نقصد النوايا ونية الحكم كانت ضد نادي الفيصلي. أعتقد الجميع شاف اللقطة، وإن شاء الله من ناحية متقبل قرار الحكم، لازم أنت كلاعب داخل الملعب لازم تقبل قرارات الحكم. يبدو أن شكري الحنفوش الحكم أول من تم إيقافه من لجنة الحكام يعني على البطاقة الغير مستحقة للاعب الفيصلي. الفيصلي عبد الرحمن، أول حنا نذكر الفيصل يعني كان شوكة في حلق الفرق المتقدمة، الآن يعني خلال السنتين الأخيرة تفرغوا من حقه، تفرغ للتكتلات. إيش اللي تغير في الفيصلي؟ لا، الفيصلي ما ينطبق على مثل الفيصلي، ينطبق على الفتح، برغم أن الفتح استطاع تحقيق بطولة الدوري.
الفرق الصغيرة ذات الإمكانيات الصغيرة واليد القصيرة عادة يزعلون عليك لقلنا فرق صغيرة الحين. لا فرق صغيرة في 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 ترتيبها في نتائجها في مستوياتها في تاريخها على البطولات السعودية يعني هذا ما يمكن ننكره ولا بد أيضا أنا ضد اللي يقولك لا الفرق كلها سواسية وما في فريق صغير وكبير لا في فريق صغير وكبير هذا التاريخ يعني وفريق بطولات في التاريخ وفي فريق أيضا كبير بجماهير وفي فريق صغير أيضا بجماهير اللي أعتقده أن الفيصلي يعني في المواسم الأولى أوكي كان يعني كان فريق مرهق للفرق الكبيرة وهذا شيء طبيعي دائما الفرق الصغيرة في بداية أول مواسمها تكون يعني تكون صعبة لكنها تتلاشى إلى مثل ما حدث أيضا للفتح اللي هو أنا أعتقد أنه ظاهرة عابرة يعني عابر ولن تعود حقق بطولة الدوري ولكن أيضا الفتح المشاهد الفتح بنفس الإمكانيات الموسم الماضي لم يحقق شيء وهذا يعيدنا أيضا للوراء أحيانا للنقاد اللي كانوا يتحدثون عن الفتح وأنه المدرسة وأنه التصرف الإداري الرائع وأنه برغم إمكانيات القليلة انظروا ماذا يحدث وبمقابله وبالإسقاط على الأندية الكبيرة وأن الهدر المالي أيضا انظروا الفتح ماذا فعل يعني طيب كاميرا برنامج الملعب أيضا تواجدت هذه المرة في الولايات المتحدة في واشنطن لاستطلاع رأي السعوديين حول الدوري السعودي 63 عاما ولد وكبر وترارى الدوري السعودي حتى بلغ ألقه الاحترافي وتحول من مجرد مسابقة كرة قدم إلى تاريخ وثقافة كل شيء على الأرض تغير فنيا اقتصاديا حتى تربويا إنها ثقافة المنافسة والتحدي التي لم تقتصر على الداخل حتى أصبحت على رأس الأولويات في الخارج خصوصاً لما يقارب 230 ألف مبتعث ومبتعثة سعودي ينتشرون في الدول الصناعية في العالم منهم ما يقارب 120 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية فكيف يرون هذا الدوري الذي أمضى أسبوعه الثاني لموسم 2014-2015؟ رأيي عن الدوري السعودي فنياً السنة هذه راح يكون إن شاء الله قوي الأسباب كثيرة الضخ المالي من الأندية نوعية الأجانب المحترفين تنوع الدول اللي جاءوا منها المعسكرات التدريبية قبل الموسم أنا أشوف في فرق كثيرة مرشحة للقب الدوري من ناحية نظرة الدوري السعودي هذه السنة أنا أتوقع الدوري السعودي السنة هذه بيكون صراحة دوري يعني زي ما تقول إن شاء الله السنة هذه بيكون في منافسة قوية من جميع الفرق يعني السنة هذه كانت في صفقات يعني صراحة زي ما تقول رابح لبعض الأندية يعني أندية معينة صراحة جابوا بعض اللعيبة صراحة يعني أنا أشوف أنهم بيكونوا مكسب للفريق أكثر من أنهم يكونوا يعني شو اسمه مجرد تكملة عدد زي ما تقولوا بالنسبة للدوري السعودي إن شاء الله يكون السنة هذه مشوق وممتع فمن ناحية الجماهير الدوري صراحة مبدعين الجماهير وحضورهم وخصوص كمان افتتاح ملعب الملك عبدالله أدى تهيج بعض الجماهير من ناحية الدوري السعودي أنا أشوف أن الدوري السعودي أنه فيه تقدم من بداية الخطوة الأولى الخطوة اللي حين إحنا فيها وفيه تقدم يعني فيه مواجهة من الأندية أتكلم عن الدوري السعودي إن شاء الله السنة هذه بيكون متعة إن شاء الله ويكون شيء جميل شاهدنا مباريات الجولة الأولى والجولة الثانية في تطور في تحسن تطور الدوري السعودي لم يلفت الانتباه لتطوره الفني فحسب وحتى الحسابات الاقتصادية والإعلامية تأخذ نصيبا من حوارات المبتعثين الذين أجمعوا على ضرورة تقديم طريقة تقنية متطورة تمكنهم من متابعة الدوري السعودي بطريقة احترافية تتواكب وحجم الضخ الاستثماري في المسابقة من فترة طويلة وأنا أحس أن الدوري السعودي أرض خصبة للاستثمار سواء للشركات أو للأفراد وراح يوفر وظائف للسعوديين شباب السعودي المشاهدة صراحة نعاني يعني مثلا في معاناة من ناحية فارق التوقيت هذه مشكلة ما نقدر نتغلب عليها لأنه مثلا عندنا هنا في واشنطن دي سي غالبا المباريات تلعب ما بين 12 الظهر إلى 3 العصر بتوقيت واشنطن دي سي تكون ما بين 7 إلى 9 أو إلى 10 مساء في توقيت السعودية هذه ما يمكن نتغلب عليها المشكلة الثانية أنه ما في قنوات تنقل يعني إحنا نعاني أنه
نبحث عن وسائل أخرى عشان نشوف المباراة، والوسائل هذه ما تكون جودتها عالية سواء بالنقل أو استمرارية النقل، أحيانا في تقطيع بالبث، أحيانا يكون جودة الصورة ممتازة، في تأخير يعني في تأخير حتى بالبث، يعني أنا أشوف المباراة قبل متأخرة 5 دقائق أو 6 دقائق عن السعودية. صراحة إحنا كطلاب هنا مبتعثين يعني صراحة نواجه بعض المشاكل من ناحية متابعة المباريات، يعني زي ما تقول يعني مثلا بعض المباريات ممكن تكون معروضة على بعض القنوات اليوتيوبية أو بعض يعني حسابات في تويتر أو حسابات في إنستغرام بيكون لها لينك معين أو شيء زي كذا، بس صراحة نواجه مشاكل ليش إنه من ناحية يعني إنه ما يعرضون كل المباريات، عرفت يعني بعض المباريات، يعني مثلا في مباريات أحيانا تكون مهمة مثلا يحطون لك رابط أو لينك أو شيء معين خاص بقناة معينة، بس يكون يعني زي ما تقول المتابعة ما تكون واضحة. أبو لما أنت تجوز لك مثل هذه التقارير، مثل النوعية من التقارير هذه؟ والله تقرير جميل، أنا يعني تقرير جميل استفدت منه، لكن بس أبغى أضيف العام الماضي كان معدل الحضور 4500 تقريبا، شوف السنة الآن خلال الأسبوعين 12427، يعني شوف الفرق كبير بلا شك. انا اتمنى انه تصاعد هذا الرقم او على الاقل يستمر كما هو، لانه في قفزه من 4000 الى 12000، يعني ملعب الجوهره فرق ابو لما، الجوهره فرق 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 كبير فرق كبير، وشوف جماهير الاتحاد العظيمه بالذات مباراه الفتح، شوف اليوم والله العظيم يعني لا جمهور في الملعب ولا اداء يفتح النفس في الملعب نفسه، حتى يعني الاهلي كمان يا ابو لما، لعيبه الاتحاد مع الاحترام والاهلي نادي عظيم بالعكس، بس اتكلم لا عشان مباراه اليوم، عشان مباراه اليوم الاهلي بالعكس كان ممل المدرجات زي، لكن انا اتكلم عن مباراه اليوم، يعني شوف ثبت لعيبة الاتحاد ولا شيء بدون هذه الجماهير العظيمة، نفس الشيء بالنسبة للهلال، شوف الجماهير. بالمناسبة أنا أبارك الجماهير الهلال الكبير هذا الفوز، وأقول أيضا بالمناسبة لإدارة الاتحاد المجتهدة اللي بتحاول أنها تصنع يعني الكثير لنادي الاتحاد، شوفوا لكم دبرة بالنسبة للتدريب وبالنسبة لبعض اللاعبين اللي يعني حقيقة أنا ما نعرف ليش يستمروا. أبو لما شوفوا لكم دبرة، يعني تغيير المدرب، تغيير خالد القروني، رأيي أنا إيه؟ رأيي أنا إذا كان في فلوس يا أخي الاتحاد يعني ناقص عن الأندية الثانية، هو النادي الوحيد اللي مدربه يعني شوف أحسن مدرب سعودي، لكن الآن أنت كنت تبغى تنافس في آسيا وتبغى تنافس تجيب البطولة. القروني الحقيقة أنا أقدره كصديق، رجل يفهم ومدرب جيد، ولكن ليس في مستوى طموحات ممتاز. الاتحاد الآن يا أخي طيب. الأندية الصغيرة جابت مدربين أوروبيين، الأندية الصغيرة اللي دحين تشتكي وعندها تكتلات جاب مدربين أوروبيين. طيب خلاص شيل القروني وشوفوا يعني الحقيقة غيروا. عبد الرحمن بشكل سريع، من اللي نفسه أطول ممكن يكون في الدوري السنة هذه؟ الهلال والنصر ودرجة ثانية الشباب، وأعتقد أن الموسم هذا حيكون نسخة كربونية من الموسم الماضي. طيب. شكرا لك الأستاذ عبد الرحمن الجماز نائب رئيس تحرير صحيفة الرياضية، شكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا لك الناقد والخبير الأستاذ عادل عصام الدين مباشرة من جدة، شكرا لأريحيتك. شكرا، بس أقول أستاذ عبد الرحمن لا تحطوا الأهلي وراكم، ترى الأهلي خطير. طيب فهم، خلاص فهمنا. طيب ونوه فقط أن القناة الرياضية الأولى ستنقل مباشرة إن شاء الله الليلة الساعة 2 وصول أبطال كأس العالم لذوي الاحتياجات الخاصة، سيكون النقل على الهواء مباشرة إن شاء الله من مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نلقاكم إن شاء الله غدا في أمان الله.
أنا يوسف عبد الله المسعري، عمري 15 سنة، ألعب في أكاديمية الموهوبين، ألعب صانع لعب. أتمنى أصير مثل محمد شلوب، إن شاء الله ألعب في أحد الأندية، وأبوي إن شاء الله يشجعني الحين، وإن شاء الله أصير لاعب ألعب في نادي الهلال ولا نادي الشباب إن شاء الله في كأس العالم. أتمنى يأخذ الفريق اللي فريق إن شاء الله أسبانيا ولا البرازيل إن شاء الله، إن شاء الله نتخلص ويتوفق في آسيا إن شاء الله.